هلا والله يا شباب، الحين ايش شفت فيك انت؟ شفت شغلات مسا برنس ميسا والله ماني عارف. اغنية محمد رمضان يا عم الجديدة يا عم، زي ما سمعتها. والله انا اتجنيت. محمد رمضان هذا مغني ام ممثل؟ يا عم كوكتيل. كوكتيل؟ والله الكوكتيل هذا كنت لسه شابه في العصارة امبارح، والله كان بثمانية جنيه، والله ماني عارف بكام ريال، والله جننت امي. ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو فيديو النهارده، جايين نتكلم عن اغنيه 100 100 100 ايه؟ اغنيه مسا مسا يا برنس. الاغنيه دي معرفش يا ترى تطلع ترند ولا لا. انا هوريك دلوقتي احصائيات الاغنيه دي، ويا ترى ايه ظروف الاغنيه، ممكن تعدي زي نمبر 1 والكلام ده ولا لا. طبعا اللي ما يعرفش ان محمد رمضان مشترك مع المدفعجيه، فبالتالي هو دلوقتي قاعد دايما مع المدفعجيه. اي شغل جديد بيعمله مع المدفعجيه بيعمل حاجات كتير قوي مع المدفعجيه، فعشان كده تحسه حتى الاغاني بتاعته تحسوها زي المدفعجيه شويه. يعني دلوقتي انا هوريكم احصائيات الاغنيه. احصائيات الاغنيه جايبه 19000 لايك و 2100 ديسلايك. طبعا القناه جايبه 2 مليون و يعني 200000 حاجه جامده. الاغنيه جايبه 3282 كومنت. مشاهدات من 14 ساعة 300000، يعني من 14 ساعة 300000، فأكيد هتطلع تاني على حسب بقى. بس احنا قلنا نعمل على الأغنية، وهي الأغنية صراحة حلوة مفيهاش حاجة، بس برضك نفس الغرور بتاع محمد رمضان اللي هو أحط عليكم مش عارف أعمل إيه، كلام كده غريب اللي هو إيه، أنا الأقوى وسيبك أنت يا عم، ده الناس تعبانة، أنا هفضل حاطط عليكم في أفكاركم. الأغنية اسمها 100 مسا. إيه ده، 100 مسا ولا مسا مسا؟ هي ما اسمها 100 مسا برنس او مسا مسا برنس، اي حاجه مش هتفرق. يعني الاغنيه الدعائيه لفيلم الديزل، حتى هو بقى بيعمل حركات، هو بيعمل الاغاني عشان يعني الاغنيه الدعائيه لفيلم كذا، وبعدين الاغنيه الدعائيه لمسلسل كذا، عايز يعمل ما في ايه. هو محمد رمضان عايز يعمل ضجه كده في الافلام، وعايز اللي هو يبقى نمبر 1 في الاغاني وفي كل حاجه، عايز يبقى الملك، عايز يبقى ديزل، عايز يبقى كل حاجه. في يا عم في 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 بالنسبه للبثات المباشره، ناس كتير قوي قالت لي كتر من البثات المباشره، وانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنبدا نكتر من البثات المباشره، عشان في ناس انا بلاحظ ان في ناس بتيجي جديده من اللايف، فبلاقي ناس كتير قوي بتيجي جديده اول مره اشوفها اصلا وبتدخل تكلمني، فدي حاجه حلوه. وعشان ناس نعرف نتكلم مع الناس اكتر ونشوف الناس عايزه ايه، وان شاء الله نقدر نعمله. وبس كده، ده فيديو صغير عن ردة فعلنا عن اغنية 100 مسا يا برنس او مسا مسا يا برنس. اغنية حلوة، اغنية حلوة. وبس كده، منساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، تفعل زر الجرس، هتلاقي بثات مباشرة وفلوجات وكل حاجة، ومنساش تشوف الفلوجات والتحديات، نحط تحدي وفلوج في شاشة النهاية. وبس كده، كان معكم ايه بفيديو. سلام.